ضيفاتنا اليوم مميزات، أولاً لأنهم توم، وثانياً بعيدين عن مجال التصميم لكن دخلوا هذا المجال بشغف. راح نتعرف أكثر معانا سوزان وروان. أهلاً. ألو سوزان وروان، شرفتوا برنامج كهرمانة. شكراً لاستضافتنا معاكي، إحنا كتير مبسوطين صراحةً. أنا شفت الكولكشن اللي عاملي وحبيته كلش، وحبيت أنه أنتوا اختصاصكم الفاينانس ودخلتوا هذا المجال. أريدكم تحكونا وتحكون المتابعين شلون دخلتوا هذا المجال. هي صراحة قصة شوي بتضحك، أنه أول فترة من حياتنا أنا وسوزان كنا دائماً عندنا طموح نكون المدراء الخاصين بشركاتنا الخاصة بدون ما نعرف شو هو المجال، بس انه خلص كنت انا دائما سكرتيره وسوزان دائما مديره، لانه سوزان اكبر مني ب 20 دقيقه. اوه حلو. فدائما كنا انه حابين انه نكون احنا ريادي الاعمال، بس ما كان في فكره واضحه شو كنا حابين نصير. فماما كانت خلال هاي الفتره كمان اضطرت وتخيط على مجله اسمها البرده. اوكي. فكنا استغلينا هاي الفرصه انه احنا نصير نعمل تصاميم صغيره للباربيات. حلو. فحالفنا يمين انه ابدا بس نكبر لازم نعمل شركتنا الخاصه، وهي شركه ازياء محجبات، ونعمل فيها كل المقاسات، سواء كنت الفتاه صغيره قصيره طويله اي شيء، انه ثيابنا تيجي عليها 100%. ومن هون اجت فكره روزان. هلا تخيلي تقولي لامك انه احنا جايين شوي من مجتمعات شرقيه، تعرفي كيف، انه تقولي لامك انا بدي اصير مصممه ازياء، وهي طموحها اني انا دكتوره وروان صيدلانيه او مهندسه. يعني كثير كان صعب تتقبل الفكره. فاخذنا منحة دراسي هو ثاني افضل شيء، اللي هو اداره الاعمال. طبعا اي شركه ازياء عالميه لازم يكون المدير يعرف البزنس تبعها، يعرف كيف اداره الاعمال فيها. فدخلنا هذا الفرع في الجامعه، ودخلنا فرع التمويل المالي خصوصا، لانه انا بحب الرياضيات وهي بتحب الرياضيات، وهو فعليا يعتبر واحد من اصعب الافرع فيك تقولي بمجال البزنس. فقلنا انه خلص متى ما الواحد كسب هاي المعرفه بيقدر يدير العمل بشكل افضل. وحتى كمان خلال فتره قبل التخرج كنا عم نحاول ناخذ بسميها نحن الانترنشيب او التدريب العملي، عشان أوكي. نعرف احنا كمان بالضبط كيف ممكن ندير العمل اونلاين. كلش حلو. اللي حبيته انه ترى ازياءكم مو بس للمحجبات، يعني ترهم للناس الغير محجبه، وانتو حكيتوا لي ديزايناتكم همينة للازياء اليوميه، لقبل العرس بعد العرس. اريد امين تشرحوا لي انتم جايبين كم قطعه. نحب نشوفها للمتابعات كهرمانة. واريدكم تحكوا لي عن القماش، نوعيه القماش، شلون اختاريتوا الديزاينات. فخلونا نشوف من حيشوفنا. خليني افرجيكي انا شويه من التصاميم. انا لما خطبت السنه الماضيه، اكشلي لي سنتين خطبت وتزوجت، لقيت في صعوبه كثير اني انا الاقي ثياب تكون الوانها فاتحه معموله من قماش مثل الدانتيل. هي عمليه وبنفس الوقت راقيه، انه اقدر البسها زي ما انت ذكرتي ميسم، بالطلعات، بالحنة، الحفلات الاجتماعية اللي بتصير، سواء وقت الخطبة وقت العرس. فمن هون اجت الفكرة تاعت التشكيلة كاملة. ومثل ما شايفة هي ممكن تلبسيها اي يوم، الصبح، في الليل، يعتمد على طريقة التنسيق تاعتها. هلا هاي واحدة من القطع. هاي قطعة ثانية كمان. في بنات كتير ممكن ما بيحبوا يلبسوا توب، بيحبوا يلبسوا شيء مستوحى من العباية أو الكيمونو. ومن هون اجت فكرة الكيمونات اللي عملناها، واستعملنا قماش البروكار، لأنه هو فيك تقولي قماش للصيف وبنفس الوقت للشتاء، وممكن تنسقيه بأكثر من طريقة. وطبعا بتضل في الأناقة والرقي. ما بتحبي تشرحي عن كمان قطع عنا؟ أنا صراحة الأول قطعة حبيتها أنه يقدرون يلبسوها على جينز. أيوة. على تنورة، حتى على فستان. صحيح. وتكون أنه تلبس يعني ثلاث مرات، يعني من يشترون هاي القطعة حيستفادون بيها أنه تلبس أكثر من مرة. حقيقة. أوكي. هاي أنا بعطيها مساحة لروان. هلأ ممكن هي تحكي لنا عن آخر كوليكشن إحنا نزلناها، استوحينا كل القماشات والالوان منها، هي نزلت تقريبا بشهر 10. حتلاقيها انها شتويه اكثر. حنبلش بالديزاين الموجود على المانيكان. مثل ما قال سوزان، هي تشكيله كانت معده لموسم الشتاء، واستوحينا منها الاشياء الاكثر شيء ترندنج او اللي على الموضه. طبعا هلا حاليا الموضه كثير الفدرز،
والريش، فحبينا نكون ينحط بطريقه تقدر الفتاه تلبسه بدون ما يطلع اوفر. هو صح ممكن شوي اوفر على المانيكان، بس لما تلبسيه ببين زي كانك انت لابسه سنسال. حتى أو ايوه حتى, حتى فرو بتعرفي عشان موسم الشتاء مناسب. حتى بالنسبه للقماش، القماش معمول من التفته، التفته كمان هي تعتبر قماشه شتويه، وحتى القصه معموله تناسب اكثر من شكل جسم. والبليتس او فينا نقول احنا الببلمز القصه المدور ايوه هي هاي هي كمان بتخبي كثير الاجزاء اللي الواحده ما بدها تبينها بالبطن مثلا، وكمان كثير فلاترينج او بتبين جميله على التصوير. صحيح. بالنسبه كمان لهي القطعه كمان من القطعات اللي كمان على الموضه هلا، بنلاقي قماش الاورجانزا مستخدم بكثره جدا، وحبينا كمان نعمل شويه تويست انه او فكره مبتكره انه تكون الأبة كمان يكون عليها بابيون كبيره، كمان القصه تبعيت الايدين كمان تكون مميزه وكبيره لانه كمان هي على الموضه. فعندنا هذول القطعتين للشتاء. في عندنا كمان صراحة هاي القطعة همنا، يعني إذا تريد تكون بسيطة حلو عليها جينز سكيني. صحيح. وتقدرين تلاقبين عليها إنه حتى لو مثل حزام خفيف يكون فضي على بنطلون أسود يصير كلش أوفر إذا كنت معزومة حفلة. صحيح. حتى أنا جربت أعملها ستايلينج مع بنطلون شارلستون اللي بيكون ضيق من فوق وفلير من تحت، كمان بطلع كتير حلو. بالنسبه لهاي التنوره، طبعا هلا التنورات كمان كثير موضه، مثل ما شاء الله انت لابسه على الموضه. أنا هاي الالوان كلش احبها. الكسرات او فينا نقول الطبقات كمان هي كثير موضه هاي السنه، واللون الرويال بيربل فينا نقول او هذا اللون البنفسجي الغامق كمان هو اللون على الموضه. وطبعا احنا ما بننسى انه الترتر او اللميع كمان هي من الاشياء اللي على الموضه. هاي فيك تنسقيها كمان بطرق مختلفه، فيك تنسقيها بتوب من نفس اللون، فيك تنسقيها كمان بالوان البيتس اللي موجوده عليها، فيك كمان تلبسيها مع بوت ابيض مثلا اذا بدك اياها شوي كاجوال اكثر، فيك تحطيها كمان مع شوزات بتلمع عشان انت تعملي لها اب سكيل او تعملي لها ابجريد للاوتفيت. يعني اذا البسها البس عليها قميص ابيض واشده ومع بوت ابيض يطلع يجنن. يطلع يجنن فعلا. واذا نحن حابين نحكي كمان على الوان الموسم، كمان فينا نحكي على لون الجرين الرويال جرين او اللون الاخضر الغامق. كمان في احنا عندنا مثل ما قالت سوزان احنا عندنا قطع تستخدم حسب التنسيق لمناسبات او حتى تستخدم ككاجوال. فهون فيك تشوفي هاي القطعه المستخدمه من القماش الساري، كمان فيك تستخدميها انت اذا انت كنت كعروس بعد العرس، انت عندك سهره تطلعي مع عريسك تقدر تنسقيها مع بنطلون ابيض بيج، حتى اذا بدك انت يكون شوي فورمال، اذا انت حابه انه يكون كاجوال اكثر ممكن تلبسيها كمان مع الجينز. بالنسبه للكاجوال الوير اللي عندنا اياه انت فيك تستخدمي مثل هاي القمصان، كمان فيك تلبسيها مع بناطلين فاتحه او بنطلون جينز عشان تغيري انت بالاطلاله تبعيتك. صراحه كلش حلوه انه بدي اقول لكم انه للمحجبات وغير المحجبات وحتى حلوه برمضان، يعني احنا برمضان دائما مثلا يمكن ملينا من ستايل العبايات، ملينا من ستايل القلابيات، شوي واحد يحب تغيير يلبس تطريز او القمصان او هاي البليزر وهاي الاشياء الجاكيتات، فكل حلوه الستايلات حبيتها. يعني عاش ذوقكم وشكرا، لانه صدق كثير من البنات دائما يقولون احنا محجبات مثل ما تفضلتوا ببدايه البرنامج انه تحتارون شنو تلبسون، تحتارون شنو تنسخون، فهذا الشيء كلش حلو وتنسيقاتكم جدا روعه. عندي سؤال، بما انه انتم توينز الاراء ما تختلف او تكون متشابهه عن جد؟ شو بنختلف؟ يعني فيك تقولي كيف انه الاخوات بيكون في بيناتهم يعني مشاجرات او هيك؟ اكيد لسه التوأم بيكون اكثر. والله حتى يمكن كان اكثر قبل ما اتزوج وانا اطلع على غير بيت. وجودنا مع بعض 24/7 يعني كل النهار 24 ساعه كل الايام في الاسبوع، في كثير اشياء مشتركه، بتحسي انه خلص بدك مساحة. زين شلون تتفقون على التنسيق او شلون تتفقون على الديزاين؟ اول خطوة دائما انه انا بخلص انا بعمل اللي بدي اياه وهي بتعمل اللي بدها اياه، بعدين بيصير في بيناتنا جلسة حوار. أوكي. اشوف هي شو لا هي جلسة حوار على جلسة ايام ما تكون جلسة صراخ. اوكي. فبتجيب لي هي كل شيء هي رسمته، انا كل شيء رسمته، وبنشوف انه اوكي لما انا وياها نتفق على قطعة انه واو
هاي القطعة بتكسر الدنيا بالمبيعات لأنه تجمع أيوة زوجين مختلفين. في قطع بكون أنا كتير شغوفة عليها إنه هاي بدي أعملها يعني بدي أعملها. أوكي. في أشياء هي أنا بقتنع برأيها ومن كنسلها برا الكوليكشن، بس كتير مهم لما نروح نتسوق للقماش سواء حتى لو تصاميمنا مختلفة تماماً نوحدها تقريباً بنوعية القماش اللي نشتري من السوق. وغير هيك يا سوزان تعتمد الستايل الكلاسيكي أكثر، فأنت ممكن تشوفي إنه معظم القطع الكلاسيكية هون فيني أقول لك إنه أكيد 100% سوزان اللي عملتهم. أوكي. وأنا اللي بحب أكون شوي هاي الريش هاي روان هناك تاع العرس هاي أنا بس صراحة لأنه أنا حبيت أستضيفكم لأنه أنتوا توم وحبيت أشوف شلون التوم يكونون رأيهم بالديزاين والاختيارات. حتى باسم البراند احنا روزان، هي روان وسوزان مجموعين سوا مشان حلو روان وسوزان. زين حفظت اسماءكم زين شنو المحضرين على يعني عندكم كولكشن جديد، محضرين اشياء جديده؟ هلا عندنا طموحات ان شاء الله تزبط، يعني احنا عمالنا نشتغل على كولكشن جديده وفي خطه انه نصورها في باريس. حلو. هلا اذا زبط بيكون طبعا هو حلم تحقق انه رحنا ويعني صورنا فيها المدينه الجميله جدا، واكيد كان رح تعكس ألوان المجموعة تاعتنا أفضل. فهي بالنسبة لي أول مشروع وأهم مشروع جاي على الطريق. بالعادة نحن دائما نحاول نخطط شو رح نعمل ببداية السنة مشان لأنه نواكب المواسم تبع الأزياء. مواسم الأزياء عندنا تقريبا هي موسم رمضان وموسم الصيف، فالواحد لازم يحضر حاله من على بكير مشان يقدر يواكب هذا الموضوع. يعني أتمنى لكم الموافقية والنجاح وتحققون كل طموحاتكم. إن شاء الله أشوف صور كل كولكشن مالتكم بباريس. لبسك منها كمان يا حبيبتي، وشرفتوني بالبرنامج وإن شاء الله نستضيفكم أكيد بحلقات جاية. شكرا لك يا ميسم، وشكرا كمان للطاقم التصوير اللي معانا اليوم، ويعطيكم ألف عافية. شكرا.